الاسم مهدي، مهدي حسين ناصر مطر، مواليد 1984، السكن بغداد الحبيبية، دوام وزارة الداخلية حماية السفارات بالتحديد سفارة الروسية. قبل 4 سنوات تعرفت على شخص أبو شيلان، أو هو يعني يمنى من ضمن الدوام، تعرفت عليه، فتعرفت عليه قبل يومين، احتاجيت مبلغ مديون، فقعدت يمه، دخلت يمه للشقة، قاعدين أنا وياه، فقلت له على هذا المبلغ، فهو رفض، قال ما عندي. من قال ما عندي؟ صار حكي مشادة كلامية أنا وياه، فيمي كانت سكينة، ضربتها بالسكينة، طعنت، وقع، فردت تخلص من الجريمة. بهالأثناء دخلت زوجته، تفاجأت، ارتبكت هاني هماتيا، فهماتيا قامت تصرخ، فضربتها، طعنتها هماتيا، طعنتها وقعت. من وقعت خبتهم، نظفت المكان، خبتهم من المكان الحمام، ففتحت البوري مال المي، المون دم. بهالأثناء كانت تجي شيلان، من اجت شيلان شافت الوضع، شافتني ارتبكت، فحاولت اهديها، مهدت، ضربتني بالنفاضة، فضربتني بالنفاضة اني ضربتها، ضربتها مرتين على وجهها، فوقعت. يمي كانت مخدة ومال مسح، فخليت عليها فقتلت. حاولت اخفي الجريمة، ارتبكت، ماكو شي، يعني شو اسوي، وين اروح، وين هاي، فخفيت هماتين البنية، نظفت المكان، فدورت على الفلوس، جت مبلغ من المال، ما اعرف شقد دولار، ما اعرف، المهم حدود 10,000 فوق او اكثر، ما اعرف، عراقي ودولار. فخذت الفلوس، خذت الغراض والموبايلات، اخذتهن والسكاكين، السكينه اللي طعنت بيها مهاتين اخذتها، حطيتهن بالكيس وطلعت، قلت وين اروح، وين اروح، فطلعت على القناة، شمرت الغراب كلهم عندي، بعد ماكو مكان اروح له، قلت خل اروح، يعني فكرت اروح لاربيل، خذت سيارة خاصة لاربيل وجيت عن طريق بغداد لاربيل، قعدت احد الفنادق باربيل، فكرت ان اسافر. رحت ثاني يوم، رحت دورت على فيزا تركيا او شيء، هالافلام ما لقيت اني، رجعت للفندق، رجعت للفندق، القبض عليه.